بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان وللابد امين. هنكمل النهارده الجزء الخاص بتقديم الحمل بعد ما اتكلمنا عن طقس الاستعداد. والجزء الخاص بتقديم الحمل الحقيقه جزء كبير جدا، في داخل حاجات كتيره مع بعض. هحاول يعني اقول شويه كده حاجات على قد ما اقدر والوقت يسمح لنا ان شاء الله. طقس زي ما اخر حاجه لو انتم فاكرين اخر مره اتكلمنا فيها، اتكلمنا عن طقس الاستعداد. بعد كده ابونا ابتدى يغسل ايده عشان يبتدي طقس تقديم الحمل. طقس تقديم الحمل ده اللي هو قبل قداس المواعظين، الحقيقه زمان كان بيمارس قبل قداس المؤمنين، لكن تقريبا على القرن الخامس زي ما قلت لكم قبل كده اتنقل قبل قداس المواعظين. الطقس ده اللي هو تقديم الحمل، وبعد كده بقى قداس المواعظين، بعد كده بقى قداس المؤمنين. فايا كان هو طبعا بعد المزامير، والمزامير دي فيها زي ما بنقول كده ان المزامير فيها بتبقى فيها نبوات عن المسيح، فيعني برضو كويس ان يبقى بعديها على طول بيجي طقس تقديم الحمل. طيب مش عارف انتوا فاكرين شكل الأربانة ولا نسيتوا شكلها؟ أو حد يكون نسي شكلها؟ كلنا طبعاً فاكرين الأربانة. عشان أتكلم عن طقس تقديم الحمل، هو فكرة إنه بيبقى فيه، أولاً عاوز أتكلم عن بعض الإكسبريشن، حاجة في الكنيسة معروفة طبق الحمل. الطبق الحمل يعني الطبق اللي يحوي فيه الأربان اللي هنختار منها أربانة تبقى الحمل. وبنسمي الأربان هنا الحمل لأنه إشارة للمسيح اللي هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. الأربان ده بيتعمل في مكان جوه الكنيسة بنسميه بيت لحم. كلمة بيت لحم كلمة عبرية معناها بيت الخبز، على أساس أنه إشارة أن المسيح اللي اتولد في بيت لحم اللي هو بيت الخبز هو نفسه خبز الحياة النازل من السماء الواهب حياة للعالم. عشان كده بنسمي المكان اللي بنعمل فيه الأربان بيت لحم. المفروض اللي بيعمل قربان يعني بنسميه زي ما القيم زمان كان دي زي درجة كده، أو بنسميه الأربني أو القيم. قيم يعني مسؤول عن القربان، وده لازم شخص برضو يكون مستعد دايما إنه يعمل قربان. ووقت عمل القربان بيبقى بيصلي المزامير، فتصلى سفر المزامير لغاية ما يخلص. المفروض ان يفضل يصلي مزامير لغايه ما يخلص عجين القربان. فدي بس الاكسبريشن اللي احنا بنسميها. وبالتالي عند تقديم الحمل المفروض طبعا ان لما يتقدم الحمل لازم القربان يبقى طازه ومخبوز في نفس اليوم. يعني ما ينفعش مثلا انا عملت القربان وصليت بيه قداس النهارده وفضل قربانه فاقول ايه طيب ما اخدها اكمل بيها قداس بكره. لا، لازم القربان بتاع يومه يبقى طازه بتاع يومه. طيب القربان، عشان نتكلم عن القربان اللي بيتقدم قدام أبونا ده عشان يصلي أو يختار منه قربانة الحمل، فطبعاً زي ما احنا فاهمين وعارفين إن لازم نختار أفضل قربان. أفضل قربان القربان اللي بيتقدم في الحمل بيبقى لازم القربان يبقى زي ما بيقولوا خبز يعني مختمر. فدي أول صفة فيها إنه احنا ما بنقدمش فطير، لنقدم خبز مختمر. الخبز المختمر يعني فيه بيبقى من عبارة عن دقيق من أجود أنواع الدقيق النقي، مش مجرد أي دقيق وخلاص، لا، دقيق حنطة قمح. ودي طبعا نظرا للمسيح لما أشار على نفسه قال إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت. فطبعا بتصير شجرة فبتطلع حبات كتيرة، هي دي اللي بناخدها نطحنها نعمل منها عجينة القربان. وده يرمز لكيان الجسد بتاع المسيح أو الكنيسة. عشان كده لازم يكون من دقيق، ولازم يكون القربان مختمر يعني فيه خميرة. ليه بنحط خميرة رغم إن احنا عارفين إن الخميرة هي بترمز إلى الخطية أو الشر زي ما بولس الرسول قال لنا في كورنثوس الأولى 5؟ لأن بنقول أن المسيح هو حمل الخطايا بتاعتنا. لكن الخميرة اللي بتتحط في القربان لما بتخش النار بتموت، بنموتها، فبقى خميرة ميتة. فحقيقي المسيح شال خطايانا،
حمل خطايانا بس خلاها ميتة لما دخل بها نار الصليب، الألم والصليب، فبصليبه وبموته موت الخطية، وبالتالي أصبحت خطية ميتة. لكن لابد أنه هو يقول هو بلا خطية، لكن شال الخطية بتاعنا، حمل خطايانا وحمل أوجعنا، حمل خطايانا وحمل أوجعنا. عشان كده بنتكلم على القربانة إنه لازم يكون أول حاجة فيها خبز من دقيق قمح، ويكون دقيق النقي، ويكون فيها الخميرة أو خبز مختمر. طبعا لازم القربانة تتعمل مستديرة، والقربان بتاع الحمل، ودي يمكن حاجة تخص الشمامسة شوية، لأن أحيانا بيقدموا لي أحيانا قربانتين كبار وقربانتين متوسطين وقربانة صغيرة، وأنا أختار، يعني ده غلط، غلط طقسي. لازم القربان كله يكون نفس المقاس، نفس الحجم، نفس المقاس. فلازم القربان يكون كله نفس المقاس، بيكون القربانة مستديرة، إشارة إلى أن المسيح ليس له بداية. الدائرة عموما تشير أن المسيح، أن إلى المسيح الذي ليس له بداية ولا نهاية. الدائرة ده ما تعرفش بداية من نهاية، عشان كده لازم القربانة تبقى إيه؟ مستديرة. المسيح الذي هو لا بداية له ولا نهاية له، اللي هو بنسميها باللغة سرمدي. سرمدي يعني لا بداية ولا نهاية له. فلازم يكون مستديرة الدائرة، ولازم يكون فيها بقى شوية حاجات كده اللي هو بنسميه الختم ده. الختم ده بيبقى عبارة عن إيه؟ الختم ده بيعبارة عن صليب كبير في النص، وده بنسميه الإسباديكون، كلمة يوناني معناها السيدي أو الجزء السيدي أو الرئيس، فده يشير إلى السيد المسيح. وحواليه 12 صليب صغيرين، ال 12 صليب الصغيرين دول يشيروا إلى الأباء التلاميذ الرسل ال 12، ودايما رقم 12 في الكنيسة لما بنرمز له، بنرمز له إن دول اللي كانوا حوالين المسيح، واللي منهم ابتدت الكنيسة اللي هي جسد المسيح. فال 12 صليب دول عبارة حاصل ضرب 3 في 4، الإيمان بالمسيح أو الإيمان سوري بالثالوث القدوس في جميع أرقاء الأرجاء المسكونة. فالإيمان بالثالوث القدوس في جميع أرقاء المسكونة، ده اللي هو 3 في 4 12، فدليل على أن ملكية الله للبشرية كلها، ملكية الله للبشرية كلها. فيبقى كلها البشرية كلها، أو المفروض المسيح جه خلص البشرية كلها، طبعا يتوقف على إيمان الناس، بس هي ده المفهوم بتاعها. فالكنيسة هي البشرية اللي ربنا جه عشان يخلصها، فيرمز ليها برقم 12. عشان كده 12 أصباط إسرائيل دي كان كنيسة العهد القديم، أو 12 تلاميذ الرسل المسيح، ودي كانت كنيسة تمثل كنيسة العهد الجديد. فالكنيسة كلها مجتمعة حوالين المسيح، وده رمز للكهنوت. فيبقى المسيح موجود، والكهنة أو الأباء الرسل وخلفائهم الأساقفة والكهنة دول يمثلوا الختم اللي هما ال 12 صليب الصغيرين. وبقية القربانة المفروض تمثل الشعب، لأن بقية القربانة عبارة عن إيه؟ عبارة عن حبات القمح أو الحنطة اللي اتطحنت، فأصبحوا دي بتكون القربانة، فهي تشير إلى بقية الشعب. فأصبح المسيح موجود، أو الركيزة الأساسية بتاعة المسيح موجود، اللي هو جزء الإسباديكون اللي هو الصليب الكبير اللي في النص، والأباء الرسل واللي يمثلوا الكهنوت اللي عن طريقهم بتقام الأسرار الإلهية في الكنيسة، وبقية القربانة ترمز إلى الشعب، وكأن ده جسد المسيح والمسيح هو الرأس. مع الختم ده برضو بيبقى فيه 5 ثقوب. 5 ثقوب دول يشيروا إلى جراحات المسيح، المسامير والحربة، فدول اللي هم بيشيروا. 3 ودول دايماً لازم يبقوا على يمين أبونا، لتمثل المسمار في إيد اليمين والرجل اليمين والحربة، دول دايماً بيبقوا على يمين. لما أبونا بيحط القربانة في الصينية لازم 3 ثقوب دول يبقوا على يمين، والثقبين التانيين بتوع المسامير بيبقوا على الشمال. طبعا في الطقس ده الشماس لما بيجي يعمل الثقوب ده بيرمز هنا ان المسيح حمل، بألام تشير الى الام المسيح، ان المسيح حمل اوجعنا او حمل خطايانا عن طريق هذا العمل، الثقب اللي بنثقب بيه، زي ما قال ثقبوا جسدي او ثقبوا يدي ورجلي، ثقبوا يدي ورجلي، فبنمثلها بال5 ثقوب دول. بقية الختم بقى بيبقى محوط على الصليب الكبير،
والصلبان 12 صليب صغيره، دايره كده صغيره مكتوب عليها قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، مكتوبه بالجريك اللي هي اجيوس اوسيوس اجيوس يشيروس اجيوس ساناتوس. فدول اللي بتبقى ده الكلام اللي بيبقى موجود على الاوربانا، وكل واحد بس في الاوربانا فبتبقى نلاقي الكلام ده موجود في حوالين الاوربانا. ليه بقى؟ دي التسبيحه اللي بتقولها الملائكه اللي بتقولها الكنيسه، ان الله هو القدوس، وتبقى محوطه كده عشان تقول ايه؟ الكنيسه عاوزه تعلمنا تقول ايه؟ ان احنا القداسه دي هنستمدها من المسيح اللي موجود. احنا مش هنعرف نبقى قديسين لوحدينا، احنا هنبقى قديسين عن طريق المسيح. المسيح هو الذي يقدسنا، اللي هي والتسبيحه اللي احنا بنقولها اجيوس، اجيوس يعني القدوس، فهو القدوس القدوسين، هو قدوس القدوسين، فهو اللي بيبقى بيقدسنا. عشان كده الحزام ده بقدوس الله عشان يحوط على الكنيسة كلها ويقول انه سبب القداسة اللي احنا فيها هيبقى ايه؟ المسيح. من الحاجة المهمة التانية برضو اللي بنقدمها في القربان بتاع الحمل، ان ما بنحطش فيه ملح، يبقى الحاجة الوحيدة اللي بنحطها هي الخميرة. ما بنحطش فيه ملح لان الملح معروف ان المسيح هو ملح الارض، والمسيح هو ملح الارض، والملح بيتحط عشان نحفظ الاكل او الطعام من الفساد، يحفظ. فمش معقول ان جسد المسيح هنحفظه من الفساد ونحط له ملح، لا طبعا، ده هو الذي يحفظ من الفساد، هو جسده لم يرى فسادا اساسا، عشان كده ما بنحطش ملح. حتى الحاجات اللي بنعملها او بنمارسها في الطقس ده كلها ليها معاني روحيه عشان نستفيد، ويبقى دايما الانسان عقله دايما مشغول ب الحركات الامور الطقسيه دي، عقله دايما مشغول بربنا نفسه اللي هو اللي بيقدسنا. وطبعا زي ما انتم عارفين انه ابونا لما بيجي يقدم الحمل، او ابونا الشريك، الابونا اللي بيصلي قدام بنسميه دايما ابونا الخديم، واللي لو في اب كاهن تاني بنسميه الاب الشريك، لو في اكتر من كاهن كل دول بنسميهم اباء شركاء، لكن في واحد هو الخديم، لو الاسقف بيبقى هو طبعا الخديم، ويبقى كل الكهنه دول بيبقوا طبعا بيشتركوا مع الاسقف. طبعا بيبقى في كمان عصير القرن، عصير القرن ده اللي هو عصير العنب، برضو عباره عن، انا هجيب لكم اقوال اباء قديسين دلوقتي، عباره عن حبات العنب برضو معصوره زي حبات الحنطة اللي مطحونة، وحبات العنب اللي معصورة ودخلت المعصرة عشان تتعصر عشان يطلع منها عصير الكرم ده اللي هو لونه أحمر، وده بيلازم طبعا يكون نقي، ما يكونش فيه مختمر، لأن لو مختمر مش بنقدمه. عشان كده أبونا لما بيجي قبل تقديمه بيطمن إن القربان موجود مظبوط، والأبركة أو عصير الكرم موجود، والشمامسة بيبقوا أبونا اللي بيقدم الحمل، وشماس أو أي أب كاهن برضو موجود يقدر يمسك القارورة بتاعت الأبركة وقارورة المية، وبيبقى الشكل اللي انتوا بتشوفوه قدام باب الهيكل ده هو ده شكل صليب، يعني شكل صليب. وطبعا أبونا في على باب الهيكل بيختار الحمل اللي بيه هيخش الهيكل يقدمه على المذبح على الصليب، إشارة إن المسيح جه وقدم نفسه على الصليب، إشارة المسيح جه وقدم نفسه بإرادته، عشان كده بنقدم الحمل وبعد كده نخش على المذبح، يبقى المسيح قدم نفسه بإرادته. طبعا احنا زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت بنقدم قداس واحد على مذبح واحد، ما ينفعش نصلي أكتر من قداس، ما ينفعش نصلي أكتر من يعني أكتر من القداس على نفس المذبح، لأنه زي ما نقول مذبح واحد، جسد واحد، المسيح واحد، ذبيحة المسيح هي إيه؟ ذبيحة واحدة. من الحاجات اللطيفة في طقس اختيار القربانة بقى، أما أبونا بيبقى واقف، أبونا بيجيب اللفافة اللي على الصينية، في لفافتين على الصينية، واحدة بياخدها ويطبقها ويحطها في كمه الشمال، دي بتشير إلى السكين بتاعت إبراهيم عشان اللي كان هيذبح بيها إسحاق، فإشارة إلى الآلام اللي هتقع على المسيح. المسيح تقديم الحمل اللي هو يعني المسيح جه، واللفافة دي رمز إنهم مخبيها أبونا
رمز للسكين اللي مسكها أبونا إبراهيم عشان يذبح إسحاق، لكن هي كلها رموز طبعاً، لكن في الأول ونهاية إشارة لألم المسيح. أبونا لما بيجي بقى يقدم له القربان، عدد القربان هنا بيبقى إيه؟ المفروض إن هما بيبقوا ثلاثة، عشان الثلاثة يرمزوا للثالوث القدوس، والقربانة اللي تختار تبقى ده إشارة لتجسد الإبن الكلمة، تجسد الإبن الكلمة اللي هو جه لأجل خلاصنا، فعشان كده نختار قربانة يبقى ده حمل الله. طيب أحيانا بنشوف خمس قربانات، وأحيانا بنشوف سبعة، أحيانا بنشوف تسعة، أحيانا بنشوف 11. طب ليه الأعداد تبقى فردية؟ دي حاجة مهمة بقى. الأعداد تبقى فردية هنا عشان دائما القربان اللي متقدم بيتقدم عشان المسيح هو جه للعالم، واختير القربان المسيح الذي القدوس الذي بلا عيب، وهو الذي يقدس كل الموجود وخصوصا التلاميذ، فلانه اشاره للتلاميذ اللي كان المسيح عايش وسطيهم، فلازم يبقى العدد المتبقي في طبق الحمل يبقى زوجي، لأن المسيح أرسلهم اثنين اثنين. وحضراتكم طبعا بتسمعوا كلمة الألوجية أو لقمة البركة، يقول أبونا أنا عاوز لقمة بركة من الحمل. هو اللي في طبق الحمل، هو الحمل هو واحد، لكن اللي موجود في الطبق هو بقية القربان بنسميه بركة، اللي هم إشارة للتلاميذ اللي المسيح بعتهم اثنين اثنين، فصاروا بركة للمسكونة كلها، وأصبح كل واحد فينا بياخد لقمة البركة، هو برضو أصبح بركة في وسط العالم، أصبح بركة في وسط العالم، فبرضو بتبقى كل واحد ياخد لقمة بركة من الألوجية دي، لقمة صغيرة، عشان يبقى هو كمان صار بركة. فدي إشارة لعمل التلاميذ، فكان لازم يبقى اللي يبقى في الطبق يفضل عدد زوجي، عشان لما بنختار يبقى عدد فردي، بنقدم عدد فردي عشان لما نختار القربانة بتاعت اللي هتبقى حمل الله يبقى الباقي يفضل عدد زوجي، اللي هو إشارة للتلاميذ اللي بعتهم اتنين اتنين. ليه بين خمسة؟ طبعا أباء قالوا عشان إشارة للذبائح بتاعت العهد القديم، إشارة للذبائح بتاعت العهد القديم، فبيبقوا خمس قربانات. إشارة لأنواع الذبائح اللي هي ذبائح الخطية المحرقة والإثم والسلامة تقدمة القربان. سبعة بنزود عليهم بتاعة شريعة تطهير الأبرص اللي هو العصفورين، وتسعة بقى وحداشر وكده. دي بقى ما بنخشش في الرموز هنا بقى، بتبقى دي مجرد عدد. ليه عدد؟ لأن بنقدم عدد يكفي الشعب اللي هيحضر القداس، عشان كده لازم يبقى فردي. فتقريبا بنوصل ل 11، وكل واحد ممكن ياخد لقمه بركه صغيره، يبقى ياخد بركه الحمل، لكن هو بيفضل بنقدم عدد اكبر عشان يقدر يكفي الشعب، فحسب وجود الشعب بنقدر نحط القربان الحمل اللي نقدر ندي كل واحد لقمه بركه ياخدها كبركه من الحمل، الطبق الحمل اللي فضل في طبق الحمل. أخش دلوقتي على أبونا واقف قدامه طبق الحمل، في هنفترض إن في ثلاثة أو في خمسة. أبونا ده هيبتدي يختار في طقس بقى اختيار القربانة اللي تصير حمل الله، أو تصير دي القربانة اللي هتبقى جسد المسيح. فالاختيار ده بيبقى هنا أبونا واقف بيصلي صلاة سرية الأول، وبعدين بيروح عامل إيديه زي الصليب كده اليمين فوق الشمال، ويروح مختار القربانتين بإيديه. طبعا علامة الصليب دي اللي هي البركة، أو إن المسيح جه بإرادته يقدم نفسه على الصليب. دايما أبونا بيختار، بيبص على إيه أبونا؟ بيبص على القربانة لازم تبقى مستديرة، صح؟ لازم يبقاش فيها عيوب، ما تبقاش مخبوطة، ما يبقاش فيها شق، ما يبقاش فيها حاجة. بيطمن لسلامة الجزء الوسطاني اللي هو الختم، إن الإسباديكون مش مخبوط، لأن أحياناً هم بيعملوا القربان بس ده الإسباديكون اللي هو الصليب اللي هو يشير للمسيح مخبوط، أو طاير منه حتة، فده
ما تمشيش ما تنفعش. ليه؟ لأن أبونا بيركز هنا زي خروف الفصح، لما كان ربنا قال لازم يقدم ذكر ابن سنة بلا عيب، ما يكونش فيه اي عيب. طبعا لان المسيح نفسه بلا عيب، جه بلا عيب بلا خطيه، فلازم نختار افضل قربانه موجوده في طبق الحمل. فابونا بيقعد بقى ياخد واحده على يمين، لو هي كويسه يحتفظ بيها، يروح حاطط الثانيه، ياخد واحده ثانيه بايده الشمال ويقارنها، لو طلعت احسن من يمين يروح مبدلها في اليمين والثانيه يحطها في طبق الحمل، وهكذا يفضل لغايه ما ابونا يختار أفضل قربانة في طبق الحمل. طبعاً تقدمة الحمل ده برضو درس روحي حلو لينا كلنا، لأنه ده بيورينا إن إزاي الواحد يبقى مستعد إنه ربنا هيكون دلوقتي موجود، وربنا برضو بيدور على القلب المنصحك والمنكسر. ربنا بيدور على القلب المنصحك والمنكسر، فمش بس احنا اللي بنختار القربانة اللي بلا عيب، لكن ربنا كمان بيدور علينا احنا كمان، احنا يا ترى قلوبنا تبقى شكلها ايه. وعشان كده تلاقوا ان احنا وقت تقديم الحمل بنصلي الكريا ليسون 41 مرة، عشان نفضل نطلب رحمة ربنا علينا. طبعا زي ما تقال عن المسيح، ليه بقى بنختار قربانة ما يكونش فيها اي عيوب معيوبة، سواء من ناحية الاستدارة أو من ناحية التشققات تعوجات أو من ناحية الجزء الاسبادكون أو من ناحية الختم ومن ناحية الحاجات دي كلها؟ عشان المسيح نفسه اتقال عنه، هو قال عن نفسه من منكم يبكتني على خطية، المسيح نفسه قال كده. واتقال عنه في رسالة بطرس الأولى إصحاح 2، يقول الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، ودي بناء طبعا على الآية اللي جت في أشعية 53 لما قال أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. وحتى الصليب اللص على الصليب اللص اليمين كان بيكلم صاحبه الثاني بيقول له إحنا بعدل جزينا، أما هو إيه؟ ننال استحقاق ما عملناه، لكن هو ما عملش حاجة. إذن المسيح بلا خطية، وحمل المفروض أنه بيقدم حمل، فلازم يكون حمل بلا عيب وبلا دنس وبلا خطية. وطبعاً زي ما قلت لكم أنه ده بيبقى حسب، على فكرة كل الذبائح اللي كانت، كل الذبائح اللي كانت بتقدم في العهد القديم كانت طبعاً كلها بتنص على أن لازم تكون بلا عيب، كل الذبائح. أبونا بعد ما بيختار القربانة اللي هي حسنة، دي أفضل قربانة موجودة مش معيوبة، بيروح يحكها في كل القربان اللي موجود، يحكها كده في كل قربان. ليه بقى؟ إشارة إلى أن كل ذبائح العهد القديم، كل ذبائح العهد القديم كانت تشير إلى ذبيحة الصليب، إلى ذبيحة المسيح. كل ذبائح العهد القديم تشير إلى الصليب، عشان كده بيروح إيه يزقها كده، يحكها كده في القربان بتاعه، ما يحطها على الوش، طلع اللفافة بقى من كمه ويمسح القربانة من أي بقى حاجات عالقة ولا حاجة، وبعد كده يرشمها بالأبركة بإصبعه، يحط على الإسباديكون ويقول ذبيحة مجد، وبعد كده يقول ذبيحة بركة. بقية القربان بقى عشان كده بنسميها رومة بركة، لأنه بتاخد نفس البركة كده، ذبيحة بركة، ذبيحة إبراهيم، ذبيحة إسحاق، ذبيحة يعقوب، وبعد كده في الآخر يرشم القربانة اللي اختارها من تحت، بيقول ذبيحة ملكي صادق. إشارة إلى أنه المسيح هو الأول والآخر، فهو ياخد أول رش وياخد آخر رش، ياخد أول رش آخر رش. دي تبقى كانت عبارة عن، آخر رش دي عبارة عن إشارة لذبيحة ملكي صادق، لأن الوحيد اللي في العهد القديم اللي قدم ذبيحة خبز وخمر، كان ذبيحته مختلفة اللي هي أيام إبراهيم أبو الآباء، عشان ودي كانت إشارة لذبيحة العهد الجديد اللي ذبيحة المسيح طبعاً إنه هيقدم جسد ودمه. من حاجات اللطيفة الحقيقة في موضوع طقس اختيار القربانة اللي هتبقى حمل، زي ما أحد الأباء قال، يعني في محاكمة المسيح، في محاكمة المسيح اجتمع رؤساء الكهنة والكهنة كلهم، يقول الكتاب، عشان يفحصوا المسيح. زي ما أبونا بيقعد يفحص القربان، يفحص عشان يختار واحد بلا لوم. فبيقول في محاكمة المسيح عشان يفحصوا المسيح،
كأنهم بيفحصوه قبل ما يقرروا ذبحه أو صلبه، عشان لو وجد به عيب زي أي ذبيحة، زي هما بيعملوا متعودين كده يعملوا كده في خروف الفصح، لو وجد فيه عيب ما يقدموش، يقولوا لا اركن ده ما ينفعش. فوقت محاكمة المسيح هما فحصوا المسيح فوجدوا فيه بدون أن يقصدوا، طبعا مش كانش ده الهدف، بس ده اللي اتحقق من غير ما يقصدوا، هما حكموا على المسيح بالذبح أو بالموت أو بالصلب، لأنه هو بلا عيب. هو كان في نظرهم طبعا مجدف، لكن هو بلا عيب. والدليل على كده أن بيلاطس نفسه واشترك معاه هيرودس، قال لهم إيه؟ قال لهم لم أجد ده بار، لم أجد فيه علة، تعزين إيه؟ قال لهم لا معلش. قال لهم طيب يعني براباس الرجل اللص القاتل، طب أعمل ده ولا أصلب ده؟ قالوا لا لا أصلب المسيح. أصلب المسيح ليه؟ لأنه بلا عيب وبلا لوم وبار وبلا خطية، فهو ده اللي يتذبح، وبراباس اللص ده ما ينفعش. فأصبح براباس اللي هو كله خطية بسبب القتل والخطايا بتاعته اللي ارتكبها، هو اللي ما ينفعش يتقدم ذبيحة لأنه معيوب. لكن اللي ينفع يتقدم ذبيحة هو شخص المسيح نفسه. فدي من الحاجات اللطيفة اللي هم عملوها، هم مش دجانين، إن هم بيختاروا فحصوا ووجدوا أن المسيح فعلا بلا لوم، مش في نظرهم، لكن كان ده يعني تدبير إلهي إن هم يعملوا كده ويحكموا عليه إنه ياخد هو الذبح. واللطيف بقى إن كلمة براباس معناها ابن الآب، فالمسيح هو ابن الله أو ابن الآب بالحقيقة، بالحقيقة، وهو الذي صار حمل يحمل خطايا العالم كله. أما براباس ده معيوب، ده ما كانش، ده اللي قاتل، ده اللي خطيته ما تنفعش إنه يقدمها لأنه خاطئ، ما داش يفدي حد، لكن اعتبر له البنوة إذا آمن بالمسيح فيصير بالحقيقة ابن الله، بس مش بالحقيقة، بالتبني ابن الله. طبعا في إشارة طبعا في نشيد الأنشاد، فكرة الاختيار دي إنه اتقال كده عن المسيح في سفر نشيد الإنشاء إنه معلم بين ربوة، معلم يعني مختار يعني معروف، مش أي واحد، لا هو يتعرف كده بسرعة. هو دي كلها إشارة إلى إنه المسيح هو حمل الله الذي بلا عيب. بعد ما بونا بيختار طقس بيختار الأربانة، بيخش بقى على المسبح، وبعد ما بيبارك بالأبركة بياخد المية من الشماس الثاني ويحط مية على دي كده ويمسح الأربانة كلها من فوق ومن تحت. ودي طبعا كلنا عارفين دي إشارة للتعميد المسيح أو عماد المسيح على يد يوحنا المعمدان. وطبعا الكنيسة زي ما قلت لكم إن في طقس القداس كلها إشارات لحياة المسيح كلها، لأن حياة المسيح كلها هي كلها أمور خلاصية من أجل البشر. المسيح ما عملش حاجة لنفسه، هو كل اللي عمله عمل عشان. ففترة تعميد الأربانة دي بالمية هي الفترة اللي كانت السماء فيها مفتوحة. وقت عماد المسيح السماء اتفتحت وقال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. يوم أبونا بقى في اللحظة دي وهو بعد ما يعمد الأربانة يعمل إيه هنا بقى والسماء مفتوحة، والمسيح اللي هو كان في نهر الأردن اللي بقى على المسبح دلوقتي اهو، يبتدي أبونا يقول تذكارات الحمل. تذكارات الحمل يعني إيه؟ يعني الحمل ده هيقدم من أجل مين؟ من أجل كل الشعب. أبونا بيصلي صلوات عامة من أجل قرايبه الجسديين وأولاده الروحيين وأباء الروحيين وشعب الكنيسة، وإذا كان في طلبات خاصة يقعد يذكرها طول ما هو في الوقت ده والسماء مفتوحة وإحنا في السماء. فده أحسن وقت نذكر فيه والحمل موجود على المسبح، نذكر إيه؟ الأسماء. ودي طبعا بتبقى بركة خاصة لما بتذكر الأسماء في هذه اللحظة والسماء مفتوحة اللي هي بعد معودية المسيح. وفي آخر الكل أبونا يذكر نفسه، وده من زي ما الكنيسة بتعلمنا الواحد يذكر نفسه دايما في الآخر، يقول اذكرني أنا الضعيف المسكين واغفر لي خطاياي، بيصلي صلوة صغيرة
يبقى دي في الآخر بيقولها أبونا. بس بعد ما يكون صلى، لأن أبونا بيبقى هنا بنسميه الكس أو باليوناني بريسفيتيروس، معناها شفيع، أبونا شفيع يشفع عن كل شعبه وعن كل المسكونة، وبيصلي ثلاث أواشي سرا، أوشية السلامة سلامة الكنيسة، أوشية الآباء آباء الكنيسة، واللي كان أسقف الأبرشية، وبيصلي من أجل اجتماعات الكنيسة، يقول أذكر هذه البيعة المقدسة وسائر اجتماعاتها باركها. إذن أبونا بيصلي الصلوات دي، وبعد كده في آخر كل يصلي من أجل نفسه هو أيضا. كل دي بتبقى وقت تذكارات الحمل، والحتة دي بتبقى مهمة جدا في القداس وقت ما أبونا بيذكر. عشان كده لما يبقى في حد بيبقى ليه طلبة خاصة معينة أو مشكلة أو وبيبعتها عن المسبح، بتتذكر في اللحظة دي، دي اللحظة اللي أبونا بيذكر فيها كل تذكارات الحمل. بعد كده أبونا بيغطي القربانة باللفافة اللي معاه، بيغطي القربانة باللفافة دي، وبعد كده بيحط الصليب على وش القربانة معوج كده، ما يحطوش أي حاجة يعني، بيحطه معوج كده شوية. ليه معوج شوية كده؟ عشان إشارة للمسيح اللي إيه؟ اللي شال الصليب، هو كان شال الصليب ومنحني كده، إن المسيح انحنى تحت الصليب من أجلنا، من أجل خلاصنا إحنا، وبيدور حوالين المذبح مرة واحدة، إشارة لسمعان الشيخ اللي هو حمل المسيح في الهيكل، وإشارة إن المسيح جه للهيكل بنفسه أو جه للصليب بنفسه يقدم ذاته. قبل الدورة دي أبونا بقى لما بيحط الحمل كده ويحط الصليب، إشارة إن المسيح حمل الصليب، بيقف على باب الهيكل ويقول إعلان، اللي هو أوله إيه بقى؟ مجداً وإكراماً، إكراماً ومجداً للثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس. أنا هقف عند الحتة دي، الحتة دي تحتاج شوية إيه؟ تأمل. الصلوة دي اللي أبونا بيصليها على باب الهيكل وهو ماسك الحمل على وشه، ماسك الصليب معوج كده هو، ورافع كده بيقول مجداً وإكراماً. إيه الحتة دي أهميتها في الوقت ده في المكان ده؟ إيه الغرض من الصلوة دي اللي هي قبل الدورة؟ وأن الدورة ترمز إلى المسيح جاء مرة واحدة وحمل مرة، قدم حملا مرة واحدة، ذبح عن العالم مرة واحدة، بتشير لسمعان الشيخ اللي حمل المسيح، كل دي إشارات رمزية. لكن دي بيعملها أبونا بعد ما بيصلي الصلوة بتاعت مجدا وإكراما. الصلوة دي عبارة عن إيه وبتشير لإيه وإيه التأملات بتاعتها؟ هو ده اللي هتكلم فيه المرة الجاية، لأن الصلوة دي مهمة قوي نحن نبقى فاهمين ليه أبونا بيقف هنا على باب الهيكل يقول الصلوة دي. أنا بس النهاردة حبيت إن أنا أدي فكرة عن طقس تقديم الحمل، هقف عند هنا كده، وإن شاء الله المرة الجاية ناخد الجزء ده مع صلاة الشكر وتحليل الخدام، يبقى ده الجزء الأولاني اللي بنسميه تقديم الحمل. إحنا لسه ما خلصنا تقديم الحمل، لكن عندي سؤال أختم بيه. ليه اختار ربنا الحنطة وعصير القرم؟ دقيقتين كده بسرعة. ليه اختار المسيح الحنطة والقرم؟ إن هم دول المادتين اللي بيبقى فيهم نقدم جسد المسيح، يبقى هم اللي يتحولوا لجسد المسيح ودمه. يعني أول حاجة طبعا الحنطة والقرم ليهم رموز في كتاب مقدس كتير، وليهم رموز في العهد القديم كتير، وانتوا عارفين الإفخارستية أساسا ليها رموز وإشارات في العهد القديم. دي ممكن مرة يبقى موضوع لوحده مستقل، ندرس إيه الرموز والإشارات اللي كانت في العهد القديم. كلكم عارفينها طبعا، زي خروف الفسح مثلا، في حاجات كتيرة يعني، زي المن، زي الجمرة بتاعت أشعياء، في حاجات كتيرة ظريفة في العهد القديم تشير إلى جسد المسيح ودمه. لكن بالنسبة للحنطة، زي ما المسيح قال عن نفسه إن هو حبة الحنطة تمت، فإشارة للحنطة. الحنطة طبعا هي العجين أو الخبز اللي بيصير ليتحول في جسمنا لجسد ودم، فهو أيضا الدول يتحولوا في لجسد ودم المسيح. يعني زي ما الخبز بيتحول في جسمي أنا، بيتحول جسد ودم، بيبني الجسم بتاعي. فبرضو عشان كده اخترنا الدقيق، عشان بيشير برضو إلى حتة إن هو ممكن يتحول لجسد ودم المسيح. حاجة تاني، إلى أنه
ودي انا كنت عايز اقول لكم قول القديس كبريانوس في الموضوع ده الحقيقه، لانه دي كانت حته حلوه نفسي اقرا لكم القول ده بتاع القديس كبريانوس. القديس أغناطيوس الاول قال جمله لطيفه قوي لما جم عشان يستشهد، وكان هيرموه للوحوش والمؤمنين صاروا قال لهم لا 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 ابعدوا ابعدوا سيبوهم يعملوا فيا، بالعكس قال انا حنطه الله اتركوني اطحن بانياب الوحوش لاصبح خبزا نقيا للمسيح. عاوز يقدم نفسه يطحن عشان يقدم نفسه خبز، لان الحنطه هي القمح اللي زي ما قلت من شويه بيطحن حبات القمح لما بتطحن ما بقدرش ارجعها تاني، فبتشير هنا لوحده الكنيسه. بس الدقيق ده ممكن شويه هوا يطيروه، امتى بقى الدقيق ده يبقى حاجه واحده كده، يبقى عجينه واحده؟ لما يتحط عليها ميه. فلما نحط عليها ميه، الميه هنا رمز للروح القدس، نحط عليها ميه الروح القدس يجمع حبات القمح اللي هي المطحنه دي ويخليها عجينه واحده، خبز واحده، اللي هي جسد المسيح، اللي هي هتبقى جسد المسيح لقربانا يعني. فعشان كده الكنيسه اختارت ان يبقى، والمسيح طبعا المسيح لما قدم في العشاء السري في يوم خميس العهد قدم خبز مختمر، ما قدمش فطير على فكره. ما فيش حد بيقدم فطير غير يمكن الكنيسه اي ثينك الارمنيه واللاتين، هما دول بس، لكن معظم الكنائس بتقدم خبز مختمر. لكن anyway فده اشاره الى ان حبات القمح اللي بقت عجينه واحده ما اقدرش افصلهم تاني. هي دي طبيعه جسد المسيح، ودي طبيعه الكنيسه اللي هي تبقى الوحده، الوحدانيه، نبقى واحد. فالحنطه هنا لما بتتطحن تتعمل بميه تبقى واحد، اشاره لجسد المسيح. نفس الحكاية بتبقى لعصير القرن، حبات العنب دي تتاخد تتعصر كلها، يطلع كلها عصير القرن اللي لونه أحمر ده جميل، فيبقى ده يشير إلى دم المسيح. وتلاقوا دايما في العهد القديم كل بركات اللي كان ربنا بيديها، دايما في آيات كتيرة طبعا في العهد القديم، دايما حنطة وخمر، حنطة وخمر، حنطة وخمر، دي البركة. ليه؟ لأن دول اللي كانوا هيبقوا إشارة لتحولهم الى جسد ودم المسيح اللي هي البركه. طبعا زي مزمور مثلا 22 اللي احنا فاكرين، لما تأمننا في مزامير الساعه الثالثه والرب يرعاني، وكلكم طبعا اشتركتوا وقلتوا ايوه ده يشير الى سر الافخارستيه في مزمور 22 الرب يرعاني، نفس الحكايه. فكان بقى في ايات كثيره هتلاقوها في مثلا هجيب بس بعض الامثله، مش هجيب امثله كثير عشان الوقت، يعني بركه ابونا اسحاق ليعقوب لما جه إسحاق يبارك يعقوب قال له فليعطيك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر، كثرة حنطة وخمر، ويسكن إسرائيل آمنا وحده، تكون عين يعقوب إلى أرض حنطة وخمر وسماء تكثر ندى، وهكذا. يعني كل دي كلها تشير إلى البركة اللي كان ربنا بيديها. ولما جه يتكلم على القرن كان يتكلم عن دم العنب، ما يقولش عصير العنب، يقول دم العنب، يعني إشارة حتى من العهد القديم إلى أن القرن يتحول إلى دم اللي هو دم المسيح. فيقول كده في مثلا، يقول مثلا في سفر التكوين، مثلا تكوين 49 يقول لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجلي حتى يأتي شيلون، وله يكون خضوع شعوب رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه، غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه. وفي تثنية 32:14 ويقول ودم العنب شربته خمرا. وفي يشوع بن سيراخ برضو تكلم عن دم العنب. يعني أقصد أن حتى من العهد القديم كان لما يجي يشير للقرن يشير على إيه؟ أنه هو إيه؟ دم العنب، إشارة ليه؟ طبعا القرن تشير للمسيح، والأغصان هم تشير للكنيسة أو احنا الاعضاء يعني اللي موجودين في جسد المسيح. ودي كلها طبعا رموز حلوه، ممكن طبعا تحتاج وقت يعني اكثر للتامل فيها، لكن انا مش عاوز يعني ازود عن كده دلوقتي، هكتفي بكده في الجزء ده.
وبعد كده نكمل إن شاء الله المرة الجاية. القول بتاع القديس كبريانس كان كنت نفسي أقوله لكم، ده من القرن الثالث الميلادي، بيقول: عندما دعا الرب الخبز الذي هو حصيلة اتحاد كثير من حبات الحنطة جسده، يعني هو ربنا قال إن جسده لو عبارة عن حبات حنطة كثيرة هو أشار إلى أنه جسده، أشار إلى شعبنا الذي حمله إصاره في وحدة. وعندما دعا الخمر اللي هو حصيلة عصير كثير من الحبات والعناقيد دمه بهذا عنا بهذا قطيعه الذي يرتبط معا بامتزاج الجموع في وحدة معا. عايز يقول يعني إذا كان الحنطة دي جسده لأنها عبارة عن حبات كثيرة من الدقيق مطحونة، والقرن لأن ده دمه لأنها عبارة عن حبات كثير من العنب معصورة، فدول يشيروا الامتزاج بينهم من بعض في وحدة. فالكنيسة واحدة، لما بناكل جسد ودم المسيح نصير واحد فيه وهو يصير واحد فيه. فده كان المعنى اللي كان يقصده قديس كبريانس. هكتفي بكده النهاردة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد، آمين. المرة الجاية إن شاء الله أبتدي في مجدا وكرامة، لأني مهم أوي نعرف إيه المغزى بتاعة الصلوة دي. طب أنا دوري إيه؟ أختم بقى بيه. أنا دوري إيه؟ أنا دوري لما أشوف وقت تقديم الحمل، طبعاً عاوز أقول لكم معلومة على فكرة، معلومة مهمة جداً. زمان في القرون الأولى ما كانش الكاهن أو الأسقف يقدر يبتدي القداس غير لما الناس كلها تيجي، كل الناس تجتمع في كنيسة، يوم أبونا أو الأسقف يبتدي يصلي القداس. طبعا دلوقتي ما بيحصلش كده، دلوقتي ابونا ممكن يبتدي لوحده فتره طويله، يعني على بال ما شماس يجي على بال ما الناس تيجي، لكن زمان ما كانش يقدر يعمل قداس، لازم الناس كلها تجتمع وبعدين يقيم القداس. فلما نيجي بدري نحضر تقديم الحمل وانا واقف وابونا بيختار تقديم الحمل، انا كمان واقف بصلي بقول له يا رب ارحمني من خلال كيريا ليسون، او ممكن احط الطلبات بتاعتي سواء أحطها على المسبح أبونا يذكرها أو أصليها من مكاني وأنا واقف، أقول له يا رب اديني النقاوة والقداسة، اختار قلبي يا رب زي ما اخترت قلب داود. يبقى في صلوات، وده اللي أنا نفسي نتعوده، إن أنا وأنا في القداس ما بقاش سرحان في أمور كتيرة حواليا، لا في أبونا ولا في شماس ولا في الناس اللي برا ولا اللي جوه، ولا أنا جاي أقابل المسيح. فأنا بشرح الحاجات دي عشان مع كل حاجة أنا بشوفها أنا عاوز أتكلم مع ربنا، أقول يا رب اقبلني، اقبل توبتي، طهرني يا رب من الخطية دي، أو لو عندي طلبة من أجل إنسان مريض أقول يا رب أنا بصلي من أجل فلان النهاردة، أصلي من أجل نفسي آخر واحد، لكن دايما أذكر الناس قبلية. فإذا وقت قديم الحمل لو فاتني جزء مهم جدا من القداس. ده زي بقول لكم، ده كان تقريبا زمان، ده كان الصلوات يعني الأساسية قبل ما يزودوا موضوع الصلوات والتضرعات اللي حطوه. إذا أنا ليه أخسر وقت زي ده؟ أحس إن أنا في السماء وبحس إن المسيح جاي عشاني وأنا مش موجود. عشان كده تلاحظوا إن إحنا لما بنزف الحمل بنزفه بلحن وبقوره في العهد السيدية، ملك السلام. ليه؟ لأن ده ملك داخل. فإزاي يبقى الملك جاي وجاي عشان يقدم نفسه عشاني وأنا ما كنتش موجود في استقباله؟ هاي الواحد يبقى جاي بيتي وأنا مش موجود في استقباله، ببقى تعبان ومتضايق. إزاي يجي وأنا مش موجود، كنتش موجود في استقباله؟ عشان كده نفسي، يعني أنا لما بشرح الحاجات دي نفسي إن شاء الله بنعمة ربنا نبقى متواجدين بدري، نستفيد ونشبع، وهو ده اللي هيخلينا أخرج من قداس فرحان. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن الأبد، أمين. أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، كالملك والقوة والبركة والعزة الأبد، أمين. اللهم اجعلنا مستحقين لكم بشكر، يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء، أرض خبزنا كما نحن أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر للذين خطوا بنا، لا تجعل في قلوبنا غلا إلى الذين آمنوا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم.
محبة الله الأب ونعمة الابن الوحيد وشركة عطية وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا سلام، سلام الرب يكون معكم.